ماما وقتي وقتي هيك قالت لي اطلع عشان اياها بايدك مسكها بايدك اللي بدنا نجيبها لبنان اذا كانت خاف ما رح تاكلها كده زدت لهم يا احمد زدت لهم اياها خلص زدتها ماما بتخاف من ايدك ما تقوم تقرب لك ايدك نزل اياها قطعميهم من الأكلة هي الدرب ياكلوها بحبوها معه ايه Yeah.